والله بقراها بكل فخر وبكل اعتزاز ويعني مش قادر اشوف، يعني مش قادر اعبر عن سعادتي يعني ان النهارده رغم مرور 100 عام على ميلاده و48 عام تقريبا على وفاته ان هو موجود. يعني بالعكس بيزداد شباب، الناس لما بتكبر بتعجز، هو لا كل ما السنين بتتقدم في عيد ميلاده هو بيزداد حضور وبيزداد شباب. نعم. حتى يبان من الأجيال اللي طلعت، الشباب اللي طلعوا رفعوا صورته في 25 يناير ورفعوا صورته في حربهم ضد الإخوان الإرهابيين لما سرقوا الثورة علشان يخلصوا منهم، كانوا شباب اتولدوا يمكن بعد وفاته بكتير جدا. ف ده شيء يعني مش قادر يعني اجد الكلمات اللي اعبر بيها عن فخري واعتزازي ان انا ابن هذا الرجل اللي فعلا رغم كل المحاولات اليائسه اللي قام بها الاعداء واعدائنا واعداء العروبه واعداء الاسلام واعداء مصر للنيل من مشروعه والنيل من ذكراه والنيل من مكانته في قلوب المصريين البسطاء اللي هم الغالبيه العظمى من هذا الشعب، وقلوبه في العرب وقلوبه في كل القوى العالميه اللي بتسعى للتخلص من السيطره ومن الذل ومن الاستعباد. كل ده لما بلاقيه بعد كل ده ان هو موجود في هذه القلوب، ف يعني انا حتى مره قلت جمال عبد الناصر ساب ثروه بتزيد. يعني في حكام كتير سابوا فلوس بقى، فلوس شعوبهم وفلوس الحاجات دي اللي سابوها وزالت، عبد الناصر لا ساب ثروه من القلوب و زادت كده. انا شايف انها يعني القلوب اللي سابها سنه 70 النهارده بقت اضعاف اضعاف عن اللي صحيح كانت صحيح موجوده سنه 70. باشمهندس كنت اصغر ابناء جمال عبد الناصر. أيوة.